الفوز السادس للهندسة العسكرية الشعبة البلومبوري سيباكا الترسيس في هذا المهنة تعلمنا بزاف تاع الحوايج، تعلمنا دروس نظرية ودروس تطبيقية. كما كتشوفوا دابا كندوزو هذا النهار عندنا الدرس التطبيقي اللي كندوزو فيه، اللي تعلمنا فيه بزاف تاع الحوايج. اما بالنسبة اللي شنو تعلمنا في القوة المسلحة الملكية نهار جينا لهنايا، تعلمنا بزاف تاع الحوايج بحال لا ديسيبلين، الانضباط، بنادم كي نوض الصباح بكري، بحال يعني داك الشيء اللي كنا كنتمنى، اللي كنا كنديروه في السيفيل ماشي هو اللي جينا كنديروه في العسكر. و تاد المهنه اللي عطاوني عجبتني، و تا بنادم الا بغى يكمل مع في صفوف القوى المسلحه الملكيه يقدر يكمل معاهم، كتكون عنده واحد الافاق. تا عاود الى شي واحد بغى يخرج ما بغاش يكمل، كتكون عنده واحد ان ديبلوم كيخرج على برا كيقدر يدير مقاوله ذاتيه ديالو، يقدر يدير الحرفه ديالو، كتكون عنده حرفه في يده. كنزول التخصص ديال الصباغه، اللي هذا التخصص هذا عاجبني ومرتاح فيه وقادر نعطي فيه اكثر ان شاء الله بطبيعه الحال بعون من المؤطرين. وهذا التخصص هذا غادي يعني بفضله غادي نحصل على واحد الدبلوم، وهذا الدبلوم هذا اللي غادي يتيح لينا الفرصه اما باش نندمجوا في سوق الشغل او الانخراط في صفوف القوات المسلحه الملكيه، والثانيه اخيرا ان شاء الله. وزياده على ذلك ما غاديش نحصلوا فقط على يعني على دبلوم، غادي نكونوا تعلمنا بزاف ديال الاشياء. من ضمن هذه الاشياء هذه غادي نكونوا يعني تعلمنا روح المسؤوليه، الانضباط، يعني والنظام، يعني بزاف ديال الاشياء اللي هي ايجابيه. ودابا كيف ما كتشوفوا يعني المرحله ديال السيونس يعني ديال البراتيك، انتم كيف ما كتشوفوا يعني كان يعني من المرحله ديال الثيوري كندوزوا للمرحله ديال البراتيك. المرحله ديال البراتيك كيف ما كتشوفوا احنا دابا كندربوا، ويعني داكشي على احسن وجه، يعني داكشي كيف ما كتشوفوا مزيان طبيعة الحال بعون من المؤطرين. ضمن البرامج اللي نهجتها القوات المسلحه الملكيه لفائده المجندين لاداء الخدمه العسكريه التجريده 36، برنامج ديال التكوين المهني اللي كيشمل عده تخصصات، من بينها التخصصات هذه كهرباء البناء. التخصص هذا كنشوفوا فيه ما هو نظري وما هو تطبيقي. من بعد النهايه ديال هذه الفتره ديال التكوين اللي كتمتد لست اشهر، غادي يحصل المجند فيها على واحد الدبلوم اللي يخول ليه الولوج لسوق الشغل او استمرار بصفوف القوات المسلحه الملكيه. في اول مره التحقنا بمدينه كرسيف دوزنا المرحله الاولى اللي دوزنا فيها المده ديال 4 شهور، وملي انتهينا منها دازت مزيان الحمد لله، التحقنا بهذا التكنه العسكريه المتواجده بمدينه وجده اللي فيها الانفورماسيون ديال التكوين المهني اللي غندوزو المده ديالو 6 شهور. والحمد لله دابا تعلمنا بزاف ديال الحوايج في هذا المجال ديال هذا التخصص ديال البناء. بالنسبه لك كانوا التخصصات هنايا مختلفين، يعني كل تخصص ديالو. بالنسبه لي انا جا فيا التخصص ديال البناء، والحمد لله ان البناء كنت كنشوفه في واحد النظره في السيفيل كنشوفه عادي، يعني خدمه عاديه، ولكن ملي جيت هنايا وتعمقت وقريت عليه وعرفت بزاف ديال الحوايج عرفت بلي ان البني ماشي شي حاجه سهله، يعني الا ما قريتيش عليه ما يمكنش لك تخدم فيه. ودوك المشاريع الكبار يعني كتخدم في مشاريع كبار، كتخدم مع مقاولين، كتخدم في مشروع كبير، يعني ما تخدمش في شي حاجه اللي صغيره، يعني بزاف الحوايج واعرين. وهاد الدبلوم هذا اللي غادي نشدو ان شاء الله غادي يخلينا باش يخول لنا فرص ديال الشغل في سواء في المجتمع المدني، وان شاء الله الا بقينا هنا في المجال العسكري ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نخدموا مزيان ونعطيو بزاف ديال الحوايج فيه. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.